النهارده خبر رياضي، حددت لجنه مسابقات الدوري الممتاز التاسعه ونصف مساء السبت المقبل الموافق 9 يوليو موعدا لمباراه الزمالك والاهلي في القمه 112 ضمن مباريات الاسبوع ال 34 والاخير للدوري الممتاز المقرر اقامته باستاد بترو سبورت. وكان الاهلي قد حصد لقب بطوله الدوري الممتاز للموسم الجاري 2015-2016 بتصدره لقمة المجموعة برصيد 74 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك. ومعنا الناقد الرياضي أستاذ عصام شلتوت، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذة، كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك مشاهدي تاني وحضرتك بخير وكل جمهور الساحرة المستديرة. الخبر ده سعيد بالنسبة لهم؟ المفروض انه عرفوا ميعاد الماتش قبلها باسبوع، نامل انه ما يبقاش في تضارب في المواعيد وما يظهر لناش اصوات من هنا واصوات من هناك، ده ينادي ان الملعب مش قد المقام والتاني يقول الملعب مش بتاعي. لابد ان احنا كلنا نتحمل فكره وجود كره القدم ومباشره اعمالها كامله لغايه ما ربنا يسهل ان شاء الله، ربما مع تزايد مباريات الافريقيه بحضور جماهير ومن ثم يمكن نهايه كاس كمان والسوبر المصري يبقى في جمهور والدوري القادم يعني ان شاء الله. المهم ان الناس تبقى مستوعبه حضرتك انه مساله المواعيد بيتدخل فيها حاجات كتيره، لكن دايما بتلقى على الامن والامن ملوش دعوه، الامن ساعات بيجيله يعني توجيهات ان في معلومات مش لازم يقولوها للناس، قد تقطع بين مباراه وملعب معين ربما في اخر 24 ساعه يعني. حقيقي. وهل في اي توقعات لحضرتك بخصوص كل ما يحيط بالماتش من ميعاده من النتائج الجمهور الظروف المحيطه لانها كانت شائكه الى حد ما؟ هتبقى علامه فارقه لجيل كامل في النادي الاهلي، جيل حسام غالي وربما شريف اكرامي وربما عماد متعب اللي هيبكي الاهلي عليه ككابتن وحسام عاشور، اعتقد انه في النادي الاهلي بيفكروا في يعني اعاده صياغه ما حدث في العام 92 لما الكابتن صالح سليم رحمه الله ومجلس الاداره رفعوا من الخدمه 5 نجوم كبار، طاهر ابو زيد، ربيع ياسين، علاء ميوب، محمود صالح، وايمن شوقي، وكان يعني تغيير عكس اتجاه الساعه ومحدش قدر يعني يقول الا ان النادي الاهلي كان لازم يغير جلده ولا ينتظر لمرحله يعني انتهاء الصلاحيه بالكامل، هذا هو ما يمر به الاهلي الان، هو في حاجه لدفع جديد. ايضا الزمالك بمفترق طرق فقد لقبه اللي هو الدوري ولم يبقى امامه الا لقب البطوله الخاصه، مباراه الحقيقه هتبقى ساريه جدا بمفاهيم الاثاره، وعشان كده ان شاء الله متوقع ان هي تبقى على قدر يعني مستوى كره القدم المصريه على الاقل امام الاشقاء العرب اللي بيتابعوا افريقيا. طبعا الكلاسيكو المصري الاهلي والزمالك هي مباراه ستختفي بعدها اسماء، وانا بقول لحضرتك اهو وستظهر نجوم جديده في كلاسيكو الاهلي والزمالك السبت القادم ان شاء الله. شكرا جدا كابتن عصام شلتوت.